الفرق بين الرجل والمرأة، كلنا نخطأ ونصيب لأننا بشر. لما تسوي خطأ جسيم الأغلبية يقول لك عادي، الكمال لله، كلنا خطائين ومش مشكلة، بتكون أفضل بعدين. ونحاول نحن نطمئن المخطئ وندعمه ونطبطب عليه عشان يخرج من الحالة النفسية اللي هو فيها. إلا المرأة لما تخطئ يتم اتهامها بالشرف، حتى إن لم تخطئ مجرد ذكر اسمها صورتها تعتبر خطيئة. الفرق باختصار بين الرجل والمرأة، الرجل يفعل ما يشاء بحريته المطلقة، أما المرأة تفعل ما يشاء بحريتها المطلقة. يعتبرون أن الأرض لهم وحدهم، وأن احنا فقط ضيوف عندهم لأغراضهم الشخصية، بس من يخرج عن إرادتهم فهو فاسد بالأرض. اسمعني وشاركها.